الحمد لله الملك الديان العزيز المنان خالق الإنس والملائكة والجان أحمده سبحانه وتعالى على ما أولانا من الفضل والجود والكرم والامتنان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل له سبحانه تنزه عن أين وكيف وجهة ومكان وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله سيد ولد عدنان اللهم صل وسلم وبارك وأعظم وأنعم وأكرم على سيدنا محمد النبي الكريم ذي القلب الرحيم وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين ما تعاقبت الليالي والأزمان أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله القائل في كتابه والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والله يدعو إلى دار السلام أي أن شرع الله تعالى يدل إلى الطريق الموصل إلى دار السلام ودار السلام هي الجنة ويهدي سبحانه من يشاء إلى صراط مستقيم فمن شاء الله تعالى له الهداية اهتدى فالحمد لله أن هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وقد روى البخاري في صحيحه عن البراء بن عازب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق كان ينقل الحجاره وهو يقول والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا فالمهدي من هداه الله للذين أحسنوا الحسنى أي أحسنوا تنفيذ ما أمر الله تعالى به
واجتنبوا المحرمات. لهؤلاء للذين أحسنوا الحسنى، والحسنى هي الجنة. وزيادة، والمراد بزيادة زيادة في النعيم، وهو رؤيتهم لله تبارك وتعالى بلا كيف ولا مكان. فعقيدة أهل السنة والجماعة أن رؤية الله في الآخرة للمؤمنين من أهل الجنة حق، فلا يجوز نفيها. قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وأعظم نعيم أهل الجنة على أهل الجنة هو رؤيتهم لله تعالى. فمنهم من يراه في الأسبوع مرة، ومنهم من يراه في الأسبوع مرتين، وكل على حسب عمله الذي عمله في هذه الدنيا لآخرته. ورؤية المؤمنين لربهم حق، كما قال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه: بلا كيف ولا تشبيه، ولا يكون بينه وبين خلقه مسافة، لأن الله تعالى موجود بلا مكان ولا جهة، لأن الله تعالى ليس جسما وحجما يملأ فراغا وجهة، بل ربنا عز وجل هو خالق الأماكن وهو خالق الجهات، فلا يشبه شيئا من خلقه سبحانه، كما تمدح نفسه بقوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله لا يشبه شيئا من خلقه. فأهل الجنة وهم في الجنة الله تعالى يرفع عنهم الحجاب، أي الحجاب المعنوي الذي يحول بينهم وبين رؤيتهم لله عز وجل، فيرون الله تعالى من غير أن يكون الله في جهة ومكان. الله يمكنهم من ذلك. وقد روى الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته، أي لا تتزاحمون، لا يجتمع بعضكم إلى بعض، لأن رؤيتهم لله عز وجل لا تكون على سبيل المقابلة والمواجهة، ولا بالنظر إلى جهة ومكان، لأن الله منزه عن كل ذلك. وقد ذكر البيهقي في الأسماء والصفات في معنى الحديث أنهم لا يتزاحمون، لا يجتمع بعضهم إلى بعض، لأن الله يرى لا في جهة. هذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة. في الدنيا إذا اجتمع قوم ونظروا إلى جهة، إلى شيء معين، يتزاحمون، يجتمع بعضهم مع بعض يتزاحمون. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تضامون في رؤية
أي لا تتزاحمون ولا يجتمع بعضكم إلى بعض، لأن الله تعالى يرى لا في جهة. واسمعوا معي يا أحبابنا، في قصة موسى عليه السلام عندما قال ما أخبر الله تعالى بقوله في القرآن، قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. قال موسى عليه السلام رب أرني أنظر إليك، أي مكنني أن أراك. فقال لن تراني، أي في الدنيا، كما قال عليه الصلاة والسلام واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. ففي هذه الدنيا لا يرون الله تعالى، أما المؤمنون وهم في الجنة ينعم الله تعالى عليهم بهذا النعيم العظيم، وليس شيء أحب إليهم من هذه النعمة العظيمة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، هذه هي الزيادة في النعيم. وأما قوله فلما تجلى ربه للجبل، أي أن الله جعل في الجبل إدراكا ورؤية، فرأى الله عز وجل، والجبل ليس له عينان، الله خلق فيه إدراكا ورؤية فرأى الله عز وجل، وهذا ليس بعزيز على الله. فما كان من الجبل إلا أن اندك، فلما رأى موسى الجبل أمامه يندك غشي عليه صلى الله عليه وسلم. لذلك ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصعق الناس يوم القيامة فأفيق فأجد موسى معلقا بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أأفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور، أي هل غشي عليه كما غشي على غيره من الأنبياء ثم أفاق قبل محمد عليهم الصلاة والسلام، أم أنه جوزي بصعقة الطور فاستثني في ذلك اليوم من تلك الصعقة. نعم يا أحبابنا، الله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء ويخص برحمته من يشاء بما يشاء. نسأل الله تعالى أن يتوفانا على كامل الإيمان وأن يدخلنا الجنة بسلام. وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام كما ترون القمر ليلة البدر، فقد قال الحافظ ابن حجر العسقلاني شبه الرؤية بالرؤية من حيث عدم الشك، أي كما أن الذي يرى القمر ليلة البدر والتمام فلا يحصل عنده شك أن هذا الذي رآه هو القمر، كذلك أهل الجنة يرون الله فلا يحصل عندهم شك أن الذي رأوه هو الله. نعم يا أحبابنا، نعم الله عظيمة، وهذه الجنة فيها من النعيم ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى.
وتعالى، كما قال عز وجل في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فاعملوا لهذه الجنة ولا تعملوا لهذه الدنيا الزائلة الفانية. هذه الدنيا إن عملت لها تأكل من صحتك، تأكل من جسدك، تأكل من أوقاتك مع نفسك وأهلك وأحبابك، ثم بعد ذلك ما تجمعه تتركه خلفك وتنتقل وحدك إلى قبر مظلم. نعم يا أحبابنا، كل الذين تعمل لأجلهم في هذه الدنيا لن يغنوا عنك من الله شيئا يوم القيامة، لن يغنوا عنك من الله شيئا، إنما أنت وعملك. فاحرص على عمل تعمله يسعدك وينجيك يوم القيامة. وكما قال القائل: ولدتك أمك يا ابن آدم باكيا والناس حولك يضحكون سرورا. فاحرص على عمل تكون إذابك في يوم موتك ضاحكا مسرورا. هذا الذي تريده عندما يكون أقرباؤك وأبناؤك في بكاء ونحيب، أنت تكون في سعادة وسرور، لأنك بشرت بالجنة، بشرت برحمة الله ورضوانه. هذا الذي يستحق أن يعمل المؤمن لأجله، لا أن تتوسع في هذه الدنيا بشراء الدور والعقارات، ولا أن تكثر من جمع المال وزيادة رصيدك في البنوك، فكل هذا سترحل عنه في يوم من الأيام، ولن تأخذ معك قرشا واحدا، ستترك خلفك كل هذا. نسأل الله تعالى أن يرزقنا حسن الختام، إنه على ما يشاء قدير وبعباده لطيف خبير. هذا واستغفر الله. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحانه، تنزه ربي عن سائر صفات البشر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله النبي المعتبر. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، والإخواننا الذين لا يتكلمون العربية نوجز لهم بعض الذي ذكرنا بالإنجليزية. Dear brothers in Islam, today's khutbah is about the greatest endowment of Allah Azza wa Jal upon the people of paradise, which is seeing Allah subhanahu wa ta'ala. Without Allah being in a place or direction, without Allah having a shape or a folium, because Allah Azza wa Jal is not a body that fills a place or a quantity that fills a space. Allah does not resemble the creations in any way whatsoever. As Allah said in the Quran, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ. Allah Ta'ala said in the Quran, لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةً. Meaning for those who work very hard in this world, obeying Allah Azza wa Jal by fulfilling all the obligations and avoiding all the prohibitions, they will receive al-husna. And al-husna he is in reference to paradise. They will have paradise and they will have an additional endowment. This additional endowment is allowing them to see Allah Azza wa Jal without Allah Azza wa Jal being in a place or direction. As narrated by Imam Muslim,
that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, indeed, you will see your Lord on the day of judgment, and you will have no doubt that what you saw is Allah azza wa jalla. As when you see the moon, when it is full, you don't have any doubt that this is the moon. And while not crowding with one another, and the scholars like Imam al-Bayhaqi mention that this is proof that the way they see Allah Azza wa Jal is not like the way a creation is seen. Because when you look at a creation in this world, you will look at a direction. People will crowd with one another to see that thing that is in a direction. However, Allah Azza wa Jal is seen without them having been crowded with one another, because they see Allah Azza wa Jal without Allah being in a place or direction. Because Allah exists without a place and without direction. Allah is the one who created the places and the directions, and Allah does not resemble any of the creations and doesn't need any of the creations. Another proof about this is the story of Musa alayhi salam, when he asked his Lord to enable him to see Allah azza wa jal. Allah informed him that he won't be able to see Allah, meaning in this world. Rather, this will take place in the hereafter. Allah Ta'ala said, لَن تَرَانِي, you won't see me, meaning in this world. As the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said in another hadith, know that you won't be able to see your Lord until you die. Meaning after death, on the day of the judgment, that's when the believers, while they are in paradise, Allah enables them to see Allah Azza wa Jal. And Allah Azza wa Jal informed him to look at the mountain. If it remains in its place, then he will be able to see him. Allah Azza wa Jal created in the mountain awareness and seeing. And the mountain was able to see Allah, although it doesn't have eyes. Allah enabled the mountain to see Allah. When the mountain saw Allah, it collapsed. That's when Musa alayhi salam fell unconscious. On the day of judgment, when the believers are in paradise, Allah enables them to see him. Some may see him once a week. Some may see him twice a week. And that depends on one's deeds in this life. So work hard for paradise. Do not be tempted by the worldly pleasures. Do not be preoccupied with matters that do not concern you. Rather, do what would enlighten your grave and will make you amongst the winners on the day of judgment. Because all those that you work for in this life, being your wife, parents, children, friends, beloved ones, relatives, you will leave them and you go to the grave by yourself, to the darkness of the grave. Only your deeds will benefit you. So do not overlook working for the hereafter while being occupied chasing the worldly pleasures. We ask Allah Azza wa Jal to grant us a good ending and make us amongst those who enter paradise without fire torture. Ameen. وَعْلَمُ عِبَادَ اللَّهِ أَنَّ اللَّهَ أَمَرَكُمْ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ أَمَرَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى نَبِيِّهِ الْكَرِيمِ فَقَالَ رَبُّنَا وَهُوَ أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا.
واغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا هما وكربا إلا فرجته بفضلك يا رب العالمين يا الله. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ من سخطك والنار. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. اللهم هذا حالنا وحال الأمة لا يخفى عليك، فحول الحال إلى أحسن يا رب العالمين يا الله. اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين سامحنا، يا أرحم الراحمين تب علينا واغفر لنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وأقيموا الصلاة.